ولعظم الأمن، فإن أخبار الأمن وأخبار الخوف لا يختص بها إلا ولاة الأمر، أما أحد الناس فإن الشرع حرم عليهم أن يشيعوا أي خبر، حرم عليهم أن يشيعوا أي خبر يتعلق بالأمن أو بالخوف، إنما هذا مختص بولاة الأمر لأنهم يعرفون المصالح والمفاسد، فإن كان في تلك الأخبار خير أشاعوها، وإن كان بها شر كتموها. قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أهو خير. فيذكر أم أنه شر فيكتب؟